مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله نكون بخير. معكم أمين. بما أنه نحن مستمرين بهالسلسلة حتى نعطي تعريف بسيط عن بعض الجامعات التركية، في بعض الأخوة والطلاب طلبوا منا أنه نحكي لهم عن جامعة أوكان ونتعرف عليها شوي، لذلك هالفيديو خصصناه حتى نحكي فيها عن جامعة أوكان، نعرف شو ميزاتها، نعرف شو الأقساط السنوية، ونعرف شو لغة التدريس والكليات الموجودة فيها. أول شيء فينا نعرفه أنه الجامعة أوكان هي جامعة خاصة موجودة بإسطنبول بالقسم الآسيوي. سنة التأسيس تبعها عام 1999، بس ما بلشت بالحياة الأكاديمية إلا عام 2003-2004. لغة التدريس فيها هي بالأساس بتدرس باللغة الإنجليزية، بس في بعض الأقسام بتدرسها باللغة التركية. الكليات الموجودة فيها عدة، من بيناتهم كلية الطب البشري ومن بيناتهم كليات الهندسة. شو الميزات بهالجامعة وهل ميزاتها موجودة بجامعات تانية أو لا؟ أول شيء لازم نعرف أنه جامعة أوكان هي عضو ببرنامج الإيراسموس. شو هو برنامج الإيراسموس؟ برنامج الإيراسموس هو برنامج تبادل طلاب دولي مدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي، راح نتكلم عنه بالتفصيل بفيديو تاني إن شاء الله. الجامعة معترف فيها من قبل دول الاتحاد الأوروبي وعدة من الدول العربية. الميزة الثالثة لهالجامعة أنه الجامعة بتمكن الطلاب من العمل بشركات كبرى. من خلال شو؟ من خلال برنامج إعداد لحياة الأعمال. شو يفيد هذا البرنامج؟ يفيد هذا البرنامج أنه بيحسن من معارف الطلاب، بيحسن من مهاراتهم من خلال وضع الأسس النظرية اللي بياخذوها الطلاب موضع التطبيق أرض الواقع. الميزة الرابعة وهي كتير مهمة أنه الجامعة تمتلك بروتوكولات تعاون مع مؤسسات أكاديمية وتجارية. مثل شو؟ مثل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتمتلك بروتوكولات تعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، كمان حتى مع مؤسسات أكاديمية. مثل شو؟ مثل جامعة بكين وجامعة الأناضول. اللي ما بيعرف الحرم الأساسي لجامعة أوكان فينه يفوته ويشوف عن النت، راح يعرف أنه الحرم الأساسي بيتميز بتصميمات معمارية كتير حلوة. كمان لازم نعرف أنه الجامعة فيها منشآت عدة، مثل شو؟ مثل قاعات دراسية حديثة، مثل مختبرات، مثل مراكز لياقة بدنية، مثل صالات رياضية وشغلات كتيرة. كمان الجامعة بتتضمن مراكز أبحاث. مراكز أبحاث مثل شو؟ مثل مركز أبحاث الاتحاد الأوروبي ومركز أبحاث الكمبيوتر والتطبيق ومراكز تانية. لازم نعرف أنه بالجامعة كمان في مراكز تدريب. مراكز تدريب مثل شو؟ مراكز تدريب مثل مركز فنون الطهي، مركز اللغات الأجنبية، ومركز التعليم المستمر لدى الحياة اللي بيعطي شهادة للطلاب بعد ما يعملوا دورة عندهم، بيستخدموا هالشهادة إلى جانب شهادة التخرج. هلأ بالنسبة للأقساط السنوية لهالجامعة، بالنسبة للطب البشري يدرس باللغة الإنجليزية 21,000 دولار، وطب الأسنان كمان يدرس باللغة الإنجليزية 18,000 دولار. بالنسبة لكليات الهندسة 4,600 دولار، كمان يدرس باللغة الإنجليزية. هلا إذا حابين تعرفوا أكثر عن الموضوع، نحن حطينا لكم المقال بصندوق الوصف، فيكم تفوتوا وتشوفوا وتقروا. وإذا حابين تسجلوا عن طريق مركزنا، مركز الخوارزمي اللي هو وكيل رسمي لجامعة أوكان، رجاء تواصلوا معنا على الأرقام والإيميلات اللي راح نحط لكم إياها بصندوق الوصف، مع تمنيات فريقنا فريق مركز الخوارزمي لكل الطلاب بدوام التفوق والنجاح. ويعطيكم العافية.